بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. كيف يتصور الإنسان نفسه وهو يدعو ربه؟ ما هي الصورة التي يتخيلها الإنسان لنفسه ليستعطف ربه؟ تصور نفسك وأنت إنسان الفقير واقفاً أمام شخص ترجو كرمه، معروف عند الناس بالجود، ودخلت وانطلقت ورأيت الباب مغلقاً، فإنك تقرع الباب أو تقرع الجرس لتنبه هذا الشخص إلى أن هناك في الباب من يحتاجه ومن يدعوه. كيف تكون حالتك؟ إنها حالة الراجي الذي يرجو أن يقضي هذا الإنسان حاجته، كما أن هذا الإنسان عندما يتصف بالجود والكرم فإن من الطبيعي أنك تفكر أنه سيحقق لك ظنك. هكذا نتصور أنفسنا عندما نقف أمام الله، وعندما ندعوه فإن الدعاء يمثل حالة قرع الباب. أنت تقرع الباب، باب ربك، وليس لله باب خشبي ولا حديدي، ولكنه باب روحي وباب معنوي تنطلق لتدق عليه من بيد خشوعك وخضوعك وإحساسك بعبوديتك لله. سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك. الخصاصة الحاجة، يعني أقامته الحاجة المنطلقة من حالة الفقر والحرمان، أقامته حاجتك إليك بين يديك، يقرع باب إحسانك بدعائه. إنه يقف على باب إحسانك، وطريقة وقوفه هو أنه يدعوك ليكون الدعاء بمثابة الحركة التي يتحرك فيها الإنسان عندما يقرع الباب أو عندما يقرع الجسد، يقرع الجرس. سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك، يقرع باب إحسانك بدعائه. فتصور نفسك وأنت تدعو ربك
أنك واقف على باب ربك، باب إحسانه، وأن الدعاء وسيلة من وسائل قرع الباب، وسيلة معنوية كما هي الوسائل الأخرى التي نستعملها في دق الأبواب وقرع الأبواب، وسائل مادية. ويستعطف جميل نظرك بمكنون رجائه، وهو في هذا الموقف يا رب يطلب عطفك ويرجو عطفك، ويريد أن تلقي عليه من نظرتك الراحمة ومن جميل نظرك نظرة ينطلق فيها في موقف استعطافه إليك من مكنون رجائه، يعني من مخزون رجائه، مما يعيشه في أعماقه من حالة الرجاء إليك. ويستعطف جميل نظرك، لأنه واقف وهو يعرف أنك تنظر إليه، وهو محتاج وهو يعرف أنك تطل بنظرك الجميل على مكنونات قلبه وعلى مخزونات ضميره، فترى فيه الرجاء وهو يستعطفك وهو يستمطر رحمتك. فلا تعرض بوجهك الكريم عني، أنا الذي انطلقت يا رب ونصبت وجهي بين يديك ونصبت وجهي أمامك، لا تعرض بوجهك الكريم عني كما تعرض عن الكافرين وعن الضالين وعن المستكبرين عليك، لأني يا ربي لست مثلهم، فلا تحشرني يا ربي معهم ولا تعاملني بما تعاملهم به. فلا تعرض بوجهك الكريم عني، واقبل مني ما أقول مما أقدمه إليك في دعائي، فقد دعوتك بهذا الدعاء وأنا أرجو أن لا تردني، وأنا أعيش الرجاء بأنك الرب الكريم الذي لا يرد طالب حاجة يقدمها إليه عن حاجته ولا يعرض عنه. فلا تعرض بوجهك الكريم عني، واقبل مني ما أقول، فقد دعوتك بهذا الدعاء وأنا أرجو أن لا تردني. من أين ينطلق رجائي؟ كيف حصل عندي هذا الانطباع وهذه الثقة بأنني عندما أقف بين يديك يا رب فسوف لا تردني أبداً؟ كيف حصل هذا الانطباع؟ لأن عندي معلومات سابقة، لأني عرفتك من مواقع رأفتك، وعرفتك من مواقع رحمتك، عرفت أنك الرؤوف الذي يرأف بعباده، وعرفت أنك الرحيم الذي يرحم عباده، معرفة مني برأفتك ورحمتك. إلهي، أنت الذي لا يحفيك سائل، عندما يقف السائلون بين يديك ويلحون في الطلب عليك ولا يتراجعون عن بابك، فإنك لا تضيق بهم ذرعا. لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل، لو أعطيتني كل الدنيا فإنه لا ينقص من ملكك ذرة. ولذلك إن الذين يتعقدون من السائلين هم الذين يملكون مالا محدودا، ويخافون إذا امتدوا في العطاء أن يذهب هذا المال ولا يبقى لهم منه شيء،
ولذلك يضيقون بكثرة السائلين وينزعجون من إلحاح الملحين، لأنهم يعتبرون ذلك إحراجاً لهم. ولكنك يا رب الرب الذي لا تنفد خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا كرماً وجوداً، ولذلك فإنك عندما تعطيني مما تنيلني إياه وتمنحني إياه من كرمك لا ينقصك نائل. أنت كما تقول، كما وصفت نفسك في كتابك بكل الأسماء الحسنى والأمثال العليا، أنت كما تقول وفوق ما نقول، لأننا مهما استحضرنا المعاني التي نتصورها تمثل عظمتك فإننا لا نستطيع أن نبلغ عظمتك يا رب، ولا نستطيع أن نتصورها. وهكذا يا رب مهما قلنا، مهما كانت الألفاظ، إن الألفاظ تتساقط أمام عظمتك. مهما رفعنا الكلمات فإنك فوق الكلمات، ومهما أطلقنا المعاني فإنك في المرتبة العليا التي تتضاءل أمامها كل معاني العظمة. أنت كما تقول وفوق ما نقول. وقفنا بباب الله، فماذا نطلب منه؟ ما هي مسائلنا إليه؟ وهنا يبدأ الإمام سلام الله عليه ليعلمنا كيف نسأل الله، لأننا إذا أردنا أن نستسلم لأنفسنا فإننا نتطلع إلى ما حولنا. من ليس عنده مال يسأل الله مالاً، ومن ليس عنده أولاد يسأل الله أولاداً، ومن ليس عنده بعض الأمور التي تتعلق بحياته فإنه يسأل الله ذلك. أما المعاني العليا التي تشمل كل حياة الإنسان وتتصل بمصيره فإن الإنسان قد لا ينتبه إليها بوعيه. اللهم إني أسألك صبراً جميلاً. ما أريدك يا رب أن تطلع وأنت المطلع على قلبي وعلى عقلي وعلى كل حياتي، وأنت تعرف يا رب أني أجزع من صغير البلاء فيسقطني البلاء، وأني إذا وقفت أمام طاعتك وكانت طاعتك تكلفني جهداً أو تضحيةً فإن الشيطان قد يخيل لي ويزين لي أن أترك طاعتك، لأني أفقد الصبر على التعب والجهد والتضحية والخسارة التي قد تحدث لي من خلال طاعتك. وعندما أقف أمام معاصيك وتستيقظ غرائزي التي تريد أن تتهجم على معاصيك وتتحرك شهواتي وأحس بلذعة الحرمان، هذه الشهوة تطلب مني أن ألبيها، وهذه الغريزة تطلب مني أن أشبعها، وهذا الطمع يطلب مني أن أحقق له ما أريد. وأقف وأحس أنك تقول لي لا تلبي هذه الغريزة ولا تستوجب لهذه الشهوة ولا تعطي الطمع ما يريد، وأحس بالحرمان، ويأتي الشيطان لكي يجعلني لا أصبر على الحرمان فأقع في المعصية، لأني لا أملك الصبر على الحرمان مما تتحرك فيه المعصية.
وهكذا عندما أعيش في الحياة ويأتيني البلاء، قد أفتقر يا رب ويأتيني من يستغل فقري ليبعدني عن ربي، قد أخاف يا رب ويأتيني من يستغل خوفي ليبعدني عن الصراط المستقيم، قد أجوع ويأتيني من يستغل جوعي ليشبعني على حساب مبادئي ورسالاتي، قد أتعرض للبلاء فلا أصبر عليه فيأتي من يستغل فقداني للصبر وللتماسك ليكون البلاء وسيلة من وسائل الضلال والانحراف. الكثيرون من الناس بدأوا التجربة في خط الاستقامة واختبرهم الله ليرى هل أن استقامتهم على الخط تنطلق من جذور عميقة في أرض شخصية أو أنها تطفو على السطح. بعض الناس الذين يعيشون إيمانهم على سطح حياتهم عندما جاء البلاء ذهب السطح بما فيه، وأما الذين عاشوا العمق يعيشون عمق الإيمان فإن العواصف تأتي ويبقى الإيمان، والزلازل تأتي ويبقى الإيمان، والضغوطات تطبق ويبقى الإيمان. لذلك يا رب إنك قلت لي واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، قلت لي إن الصبر عزم وليس الصبر ضعفا، قلت لي إن الصبر إرادة تتصل بمعنى الشخصية التي تحترم مصيرها عندما تثبت على مواقفها وتطيع ربها عندما تواجه شيطانها الذي يزين لها المعصية. لذلك قد يضعف صبري يا رب وقد تضعف إرادتي يا رب، اللهم إني أسألك صبرا جميلا. ثم ما هي المسألة الثانية؟ قد تأتي الفتن يا رب في حياتي الخاصة وفي حياتي العامة، قد تطبق المشاكل وقد نعيش العسر بعد اليسر وقد نعيش البلاء بعد الرخاء وقد نعيش الشدة والقسوة حتى نشعر بأن الحياة تضغط علينا من كل جانب، تضغط على عقولنا وعلى عواطفنا ومشاعرنا وحياتنا، ونشعر أن التحديات تأتينا من كل جانب، من أعداء الله في الداخل ومن أعداء الله في الخارج، ومن كل الذين يكيدون للإيمان والمؤمنين، ومن كل الذين يضغطون على الإسلام والمسلمين، ومن كل الذين يطبقون على الاستضعاف والمستضعفين. لذلك يا رب أنا في شدة أو نحن في شدة، اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا، أن تعجل لنا الفرج، الفرج الصغير إذا لم يأتي وقت الفرج الكبير، والفرج الكبير إذا جاء وقته، أن تطلب من الله دائما أن يعجل الفرج. لا فقط بعض الناس يقولون عندما يذكرون الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، اللهم عجل فرجه، نقول اللهم عجل فرجه وفرجنا بفرجه، لأن المسألة ليست مسألته الشخصية وإنما المسألة مسألته الرسالية، ومسألة الرسالة
هي مسألة كل الناس الذين يعيشون خارج نطاق الرسالة، وكل الناس الذين يتحركون على أساس خط الكفر. لهذا نطلب أن يفرج الله عنا بظهوره كما يفرج عنه بانطلاقة ثورته وحركته. اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا. ارزقني يا رب القول الصادق، فقد رباني المجتمع على القول الكاذب، علمني الناس أن أكذب حتى في البيت. عندما يطرق باب البيت وأنا طفل صغير ويسأل سائل عن الأب أو الأم أو أي شخص، فيقال لي وأنا لا أعرف تخريجات الأمور، ابن سنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، يقال لي قل إن الأب ليس في الدار، قل إن أمي ليست في الدار، وتتطلع وأتطلع هذا هو في الدار، كيف أقول؟ ولكن العقل الطفولي يقول لا بد أن هناك أن هذا أمر مألوف، أن يقول الإنسان عن شيء موجود إنه ليس بموجود، وأتعلم أول كذبة من أبوي. وهكذا في كل القضايا في البيت يقال لي فيما أراه قل إني لم أرى، وفيما أسمعه قل إني لم أسمع هذا الشيء. وإذا فرضنا سألني أحد عن أي شيء، عن هدية أو عن أي شيء، أقول لم يأتي لنا أحد بهدية، ولم يأتي فلان بزيارة، وتبدأ مدرسة الكذب تفرض نفسها على الطفولة، وينشأ الطفل على أساس أن القول الكاذب هو الشيء المألوف في الحياة. ثم يكبر الطفل ويصير شاباً ويقال له إن الكذب شطارة، إنك عندما تصدق فمعنى ذلك أنك إنسان على البركة، وأنك إنسان بسيط، وأن من الممكن أن يضحك عليك. اضحك أنت على الناس، اكذب عليهم، وإذا احتجت أن تحلف أيماناً مغلظة على الكذب حاول أن توري إذا كنت متشرعاً، وإذا لم تكن متشرعاً فما حاجتك إلى التربية إلى التورية؟ وتنشأ شاباً في عملك وفي السوق عندما تبيع وبين رفاقك وأصدقائك، وتمتد الكذبة حتى تصير إنساناً مسؤولاً، وتتحرك كذبتك في خط مسؤوليتك، وتصبح إنساناً وجيئاً، وترتكز وجاهتك على أكاذيبك، لأن الناس لا يقبلون الصدق، ولأن الصدق لا يعطي ربحاً ولا يعطي نجاحاً. ما دام الناس كلهم كذابين فلماذا أكون الصادق وحدي؟ ويقول لي الناس بعد ذلك يا رجل، أو إذا كانت امرأة يا امرأة، إن المسألة هي أن على الإنسان أن لا يحمل السلم بالعرض، إن السلم لا بد أن يحمل بالطول حتى يصعد الإنسان عليه. الذين يحملون السلم بالعرض لا يستطيعون أن يرتفعوا بوصة إلى الأعلى في مركز السلم الاجتماعي والسياسي، لا بد أن نضع السلم بالطول حتى نستطيع أن نصعد عليه ونرتفع إلى الدرجات الاجتماعية. لا تحمل السلم بالعرض، ألسنا نقول لبعضنا ذلك؟ ألسنا نوصي أولادنا بذلك؟ اكذب اكذب وقل أنا فلان عندما تريد أن تأخذ جوازاً باسم غيرك، أو عندما تستعمل الجواز في كل الدوائر، من أنت؟ فلان، أنا فلان، ولا تشعر أنها كذبة.
عندما تنطلق لتأخذ أيضاً تشهد أني أديت الامتحان ولم تؤدي الامتحان، وفلان أدى الامتحان، ما هي شهادتك؟ شهادتي ثانوية وأنت لم تأخذ شهادتك. وهكذا هي كذبة، ولكنها كذبة مألوفة، والمألوف يصبح معروف والمعروف يصبح مشروعا. لهذا يا رب إنا نتربى على الكذب، في البيت نتربى على الكذب، وفي المدرسة نتربى على الكذب، وفي المجتمع نتربى على الكذب. أما أسواقنا فهي أسواق الكذب، كذابين والله وتالله وبالله إن رأس مال هذه السلعة كذا، ثم بعد المعاملة تذهب والله وتالله وتبيعها بأقل من رأس مالها. إذن ماذا تصنع في السوق؟ لأنه ليس هذا رأس مالها، إن هذه السلعة مستوردة من إيطاليا وهي مصنوعة في برج حمود أو في حي ماضي أو غير ذلك، لأن المسألة هي أنه لا يروج ذلك إلا إذا وضعت عليه علامة أجنبية وتشهد، وإذا طلب منك اليمين تحلف، ويقال لك يقال نريد أن نعيش عندنا عيال، ولكن الله لم يجعل رزقك على أساس الكذب، تستطيع أن تصدق. وهكذا أما إذا وصلنا إلى السياسة، فالسياسة في كل فكر الناس هي سياسة الكذب والدجل والخداع. إذن سياسي ويصدق هذا غير معقول، وعلى هذا الأساس فإذا كيف يمكن أن يجتمع الدين والسياسة؟ كأنه لا يمكن أن تكون هناك سياسة صادقة. لقد تعلمنا يا ربي الكذب في أكثر من مدرسة، في مدرسة الحياة التي نعيشها، وأنت تبغض الكذابين، وأنت تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقلت عن نبيك والذي جاء بالصدق وصدق به، وجعلت الصدق عنوانا للدين وللإسلام. لهذا نحن نطلب منك يا رب، وقد تعبنا من كل أكاذيبنا، وقد تعبنا من كل أكاذيب الآخرين، اللهم إني أسألك قولا صادقا وأجرا عظيما، وبعد ذلك منك يا رب كل الثواب، ومنك يا رب كل الأجر، وأنت الذي تعطي بلا حساب، ترزق بلا حساب، تثيب بلا حساب. وقد قلت إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعندما رأيناك يا رب لا تحسب القضايا بالدقة عندما تعطي، ولذلك فإننا نطمع أن تعطينا أجرا عظيما. أما مراحل عظمة هذا الأجر فهو بين يديك يا رب، لأننا الذين نؤمن بك ونطمع في كل كرمك وفي كل جودك. وقد نقل على مسألة أن الله ما بيحاسب، يعني ما بيحاسب لما بده يعطي ما في دقة، يعني زيادة 10%, 20%, 30%, 40% مش مشكلة. ألا إحنا إذا بدنا نعطي أبدا، إجا وقت الرواتب ووقت الكذا ما بيصير، حتى في وقت الليرة ما لها قيمة بتدقق، في ليرة زايدة وليرة ناقصة. أما عند الله في أعرابي يقال جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله من يتولى الحساب يوم القيامة؟ مين؟ ملائكة؟ جماعة آخرين؟ مين يتولى الحساب اللي بيعطوا كل واحد ما يستحق؟ قال يتولى الحساب الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يتولى الحساب يوم القيامة. فسر هذا الأعرابي سرورا كبيرا بالمسألة، فالتفت إليه قال له كيف؟ الله دقيق في الحسابات، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لازم أنك أنت تحمل هم، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم دقائق الأمور. قال له لا، القصة بجهة أخرى، لأن الله هو الكريم، والكريم
لا يحسب حساب الزيادة، يعطي كيف ما كان، ما بيحسب هيك بيشيل من هون بالكوم مثل ما بيقولوا بعضهم هذا، ويعطي الإنسان هذا. ولذلك فنحن نسأل من الله الأجر العظيم، ثم بعد ذلك أسألك يا ربي من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، أسألك اللهم خير ما سألك منه عبادك الصالحون. كل ما سألك عبادك الصالحون أن أريده. شو سألوك؟ طبعا مسائل الصالح تتصل بالدنيا كلها وتتصل بالآخرة كلها، هذا بينسى شيء الثاني بيذكره، ذاك يترك شيء الآخر وهكذا. أسألك الله، شوف يعني كيف الأئمة يعلمون كيف أننا نرتفع في ثقتنا بعطاء الله وكرم الله بالمستوى الذي بحيث أنه نعطي أنفسنا الحرية في أن نطلب من الله بشيء بالأشياء التي لا نستطيع أن نتصور تفاصيلها ولكن نعطيها العنوان الكبير. أسألك اللهم من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، أسألك اللهم خير ما سألك عبادك الصالحون، يا خير من سئل وأجود من أعطى، لأنك خير المسؤولين، فليس هناك من يسأل ويعطي هذا العطاء، ولأنك أجود المعطين ليس هناك من يعطي بهذا الحجم وبهذا الامتداد. وهكذا تبدأ مسائل أخرى في الحياة الخاصة، ماذا يتمنى الإنسان في حياته، في عمره، في أهله، في ماله، في أوضاعه، هذا ما نرجو أن نطل عليه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.